الشركة القابضة للمية اللي هو ايه اسمها بالعربي اسمها ايه؟ التنمية والتشغيل الاستدامة اللي هي زي الجودة برضه. محطة العزب دي لسه ما جهزتش، يعني على الكلام اللي حضرتك بتقولي ده لسه لغاية دلوقتي ما هي بتستعد ان هي تاخد الشهادة، ولكن الكحافة الجديدة دي متطبق عليها كل الكلام في كل حتة، من اول المأخذ، من اول محطة الكهرباء لغاية المرشح، لغاية حنفية الحريق، لغاية ارقام التليفونات. دي داخلة السنة دي ان شاء الله اللي هي المحطة دي. عايزين